ويقول قال ويقول لولا الله في مكان ولا تقولوا لولا الله وكله إبراهيم من أين؟ ما تبرح من التابعين؟ طيب وهو من فقهاء التابعين لكنه ذكر عمر بن زيد أنه قليل البضاعة في الحديث غير بضاعة في الحديث ولكن من فقه لا شك أنه من الفقه أقاويل كلها تدل على أن رجل فقيه يقول يقرأ أعوذ بالله وبك مش معنى العياذ الاعتصام مما يكره هذا العياذ الاعتصام مما يكره مما عياذا وأن اللجوء إلى الشخص لطلب المحبوب يسمى عياذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمره ومن أعوذ به مما أحاذره لا يكبر الناس عظما أنت كافره ولا يغلبون عظما أنت جابره الشاهد في البيت الأول يا من أعوذ به فينا أؤمره ومن أعوذ به مما أحاذره وهذا البيتان هذان البيتان يخاطب بهما رجلا لكنه كما قال ابن كثير رحمه الله يقول هذا لا ينبغي ان يكون الا الله عز وجل قال اذا اعوذ بالله وبك محرم لماذا لانه جمع بين الله وبين المخلوق بحرف يقتضي التسليه وهو الواقع اعوذ بالله وبك طيب ويجوز ان يقول بالله ثم بك لماذا لوجود ثم الدالة على التقييد والتراحم لكن ها هنا إشكال في هذا الكلام وهو أنه سبق لنا ترجمة في هذا الكتاب ترجمة مستقلة ما هي باب من الشرك الاستعاذة بغير الله أمر علينا استعرض على الله مطلقا ولو بثم المؤلف الباب من الشرك الاستعادة بغير الله مضى علينا وعطى الآية وأنه كان رجال من العنس يعوذون برجال من الجن فزادهم أرهاقا ومقتضى ذلك أن يكون قوله أعوذ بالله ثم بك حراما حتى ولو بثم إلا أنه سبق لنا هناك أن الاستعادة لمن يقدر على أن يعيدك جائزة من أقدر أن يعيدك جائزة وذكرنا قول رسول عليه الصلاة والسلام في الفتن ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به فأمر رسول عليه الصلاة والسلام بأن يعاذ في هذا الملجأ وأصرها الشيخ صاحب الجلالة أحمد بذلك يعني صرح بأنه يجوز الاستعادة بمن يقدر أن يجيدك إذن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت مقبول شوفون هذا شوف العبارة أعوذ بالله ثم فلان ثم هذا بثم مثلثة مضمومة الثاء مشددة التنوين ثم هدى يقول قام يا يوسف لأن ما قال المجيدة فيكون هذا من باب الشرك الأكبر لأنه يسمونه الاستعادة الشيء السر اللي ما هو سبب ظاهر يريد نعم ولو كان في الشفاعة حتى الشفاعة ما بأي أحد بإذن الله الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء ما يسمى الشفعاء إلا بإذن الله
من ذا الذي يشرع عنده؟ مثل اللهم شفع في فلانا هذا مع انه ما ينبغي ان يشفع في فلانا لغيره من الناس وحتى المؤذن ما تبقى صحب لان هذا يكون شهد عن المقام بعينه وما مر علينا انه ما يجوز يقول انسان فلانا شهيد فرض العين المعين بينه نعم مثل واحد لحقه لب لحق فجاء هذا الرجل المفروض يرصد الى شخص قوي في المدافع وقال هذا لحق لحق اعوذ بالله ثم بك منه يمكن هذا ولا مين يمكن لا الاولى المقبولين هذا حرام مطلقا الشرك شرك لانهم ما يعينون الان هم بانفسهم رفاق ما يسكتون نعم ولو كان احلى اذا كان ما يسكتوا هل يستطيع الولي اللي قد يجي من حل بعيد عنه يغيبه او يغيبه اذا كان قادر فلا بس لا هذا ما يمكن كيف يقدر لابد يكون حاضر لابد ان يكون حاضرا لابد ان يكون حيا حاضرا نعم ولهذا استطردنا ان الاستعاده بمن يمكن ان يجيب من لا يمكن ان يجيب نعم لا ما يسألون بالجن إلا الجن وشبههم عند الجن الآن فهو أمر كل ما جاء ثم ما لا يجريه من الجن ما يعيده إلا إذا أشرك به بخلاف أن السعيد برجل حاضر يقول عادي من فلان أظن هذا كله بعد الإذن سبق أن ذكر السبب وحده إذا كان سبب صحيح ولا أحد يقول ويقول لولا الله ثم فلان لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان لولا الله وفلان مثل ما سبق لولا الله ثم فلان هذه جائزة لأنها عطفت ثم دل على التطيب والصراحي وأما لولا الله وفلان فهي دل على المستوى بين المعروف والمعطوف عليه هذا التطيب الذي يتناقض في المسألة الإعادة ما يشتفي عندي إلا قول الإمام أحمد رحمه الله مستدلا على أن القرآن هذا المخلوق قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقال إن الاستعاذة لا تكون بمخلوق الاستعاذة لا تكون بمخلوق فيحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على أن الاستعاذة بكلام ما تكون بكلام مخلوق وإنما تكون بكلام غير مخلوق والكلام لا شك أنه تابع للمتكلم به إن كان المتكلم به مخلوقا فهو مخلوق وإن كان المتكلم به هو الله فهو كلام غير مخلوق وإذا في الحديث في صحيح مسلم الفتن من وجد فيها ملجا فليعوذ به من وجد فيها ملجا فليعوذ به قد رفع الحديث ثم قام الاثنين من الفائده الاولى تفسير آية البقرة في الأنبياء من الذي فكرها؟ ابن عباس حيث قال إن الأنبياء أخطأ من جبريل الملك على الصفا السوداء في غمة الليل الثاني أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأكبر لأن ابن عباس تفسرها بما هو الشرك الأكبر مع أنها نازلة الشرك الأكبر يخاطب بها المشركون فلا تجعلوا لله أندادا وانت عليهم ولا شك أن الأنداد جميعا وتشمل النظير والمساوي
أو أن يساوي على سبيل الإطلاق أو أن يساوي شباب الأمور. يقول الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. شرك ليه؟ نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو هو أكبر هو أكبر من اليمين الغنيمة فهو أكبر من اليمين الغنيمة. وش يعني أن يحلف بالله شاهدا؟ نعم. وهل هو المذهب مذهب الحنابلة أن اليمين الغنيمة أن يحلف بالله كاذب؟ وقال بعض العلماء إن اليمين الغنيمة أن يحلف كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. وهذا هو الصحيح أن اليمين الغنيمة الذي يحلف بها كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. الخامسة الفرق بين الله وسنة الله. ايش الفرق؟ أن الواو تقتضي المصالحة ودعمه وهن تقتضي الترتيب والتراخي لتحصل. نعم. وجه إدخال هذا البحث في كتاب التوحيد لأن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، ذلك لأن الحالف أكد ما حلف عليه أكد ما حلف عليه بسبب التعظيم لليمين. فإذا كان أكد ما حلف عليه بالتعظيم وهو تعظيم المحلوف به، كان من تعظيم ذلك المحلوف به أن تصدق هذا الحال. وعلى هذا يكون في عدم الاقتناع بالحلف بالله يكون فيه شيء من نقص تعظيم الله عز وجل، وهذا ينافي كمال التوحيد. لأن يعني كمال التوحيد أن يعظم الله عز وجل بما يليق به. ثم أعلم أن من لم يقنع بالحلف بالله إما أن يكون ذلك من الناحية الشرعية وإما أن يكون ذلك من الناحية الحسية. أما من الناحية الشرعية فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت الجميل على المدعى عليه فحلف، فإنه يجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. وأما من الناحية الحسية فلا يخلف، إما أن يكون الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإما أن لا يكون كذلك فلا حرج عليك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد الله بن سهل وحويطة ومحيطة قال أبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا كيف نرضى يا رسول بيمين يهود؟ أو قالوا لا نرضى بذلك، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه إذا كان الحالف محل ثقة وأمانة فإن المطلوب منك أن ترضى بذلك، أما إذا لم يكن محل ثقة وأمانة فلا حرج عليك أن ترفض. فصار الحلف بالله له جهتان، الجهة الأولى أن يكون في محاكمة بحيث تتوجه اليمين على من أنكر فيجب الرضا، يجب الرضا للحكم الشرعي لأن مالك من ليس له إلا يمينه فقط. مثاله ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتخاصما إلى قاضي، فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال لا. إذن يوجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه بطلب خصمه،
يقرر بيمينه قال نعم أنا أطلب يمينه خلي أحلف، إذا حلف وجب الرضا بذلك. ما الرضا من أجل أنه حلف ولكن من أجل هذا مقتضى الحكم الشرعي، ويكون المدعي عليه حينئذ قد انتهى من الخصومة وبرئ منها. أما الوجه الثاني أو الجهة الثانية أن يكون من ناحية الحسية، فهذه إن كان الحالف محل ثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن لم يكن كذلك فإنك لا حرج عليك أن ترفض يمينه. وليس أخلف ليمينه هنا من أجل عدم تعظيم الله، ولكن من أجل أن الحالف ليس بثقة فقد يهلك وهو كاذب. ثم قال المؤلف عن ابن عمر نعم إذا شئت أهلك إذا طلبت من يمين، وقال القاضي احلف وحلف يجب أن تقضي هذا الحكم الشرعي. إن يجي واحد يحلف لي إن رأى فلانا أو أن فلانا قديم وما إلى ذلك، من ناحية الحكم الحكم بين الناس فيجب أن ترضى بالحكم الشرعي، يجب أن ترضى به. أما عهد ما بينه وبين الله فالظاهر أنك لك أن تطالب ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فترضى وينتهي الموضوع. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، لنا هي ولهذا جزم الفعل بها. والآباء جمع أب يشمل الأب والجد وإن عرف، فلا يجوز الحلف بهؤلاء للنهي عنه، وقد سبق أنه نوع من الشرك. من حلف بالله فليصدق، هذا موجه للحالف، ومن حلف له بالله فليرضى، هذا موجه لمن للمحلوف له. لكن لاحظ هنا امران، الامر الاول للحالف ان يكون صادقا فليصدق، والصدق والاخبار بما يطابق الواقع، هذا الصدق الاخبار بما يطابق الواقع، ضده كذب ان يحلف أو أن يخبر، أن يخبر بما يخالف الواقع. فمن أخبر بما يخالف الواقع فهو صادق، ومن أخبر بما يخالفه فهو كاذب. فمن حلف بالله فليكن صادقا في يمينه. وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع بحسب الواقع أو يكفي الظن؟ يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه، وقد سبق لنا من ذلك أمثلة. وقول فليصدق اللام لام الأمر. أما الأمر الثاني فقال ومن حلف له بالله فليرضى. إذا قرنت الجملتين أو إذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض فإن الأمر الثاني من حلف له بالله فليرضى ينزل على ما إذا كان الحالف صادقا، لأنه جمع أمرين، أمر مواجه للحالف وأمر مواجه للمحلوف له. فإذا كان الحالف صادقا وجب الرضا. فإذا قال قائل إذا كان الحالف صادقا فإنك تصدقه وترضى وإن لم يحلف، قلنا لكن اليمين تزيده توكيدا، تزيده توكيدا. وقوله من حلف له بالله في الأرض تقدم لنا تفصيل هذه المسألة، وأنه في باب الحكم الشرعي
يجب أن يرضى لأنه حكم الله ورسوله. الأمر الحسي قلنا إذا كان ثقة فإنك تقضى مأمور بأن ترضى، وإلا فلا ترضى حملا له على ظاهره وأنه لن يحدث إلا على صدق. ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى بماذا؟ بالحلف إذا حلف له فليس من الله، وهذه براءة منه، وتدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب، ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق. وقد أشرنا في حديث القسام أن في حديث القسامة دليلا غير ثقة، فلك أن تفصل الرضا به لأنه غير ثقة. لو أن أحدا حلف فوالله إن هذه الحقيبة لمن خشب أرمي جد يجود الله ترضى به يجود، لأنك قاطع بكذبه، ومثل هذا لا ترضى به وأجده، لأنك حلفت بشيء كاذب فيه يقينا، والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، ما يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والفسق. وإن كان العقل لا يدرك أحيانا لا يدرك مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن يعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن. لأنه يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع فاتهم نفسك إما بالقصور وإما بالتقصير. أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن أبدا، ما صح عن الله ورسوله فإنه حق وهو أحسن الحكم. وخلاصة هذا الباب أن يقال أن فيه أسئلة. أولا، ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ وثانيا، المحلوف له بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما في المحاكمة والمخاصمة والمرافعة الشرعية هي الشرع، والثاني بالأمور الحسية بدون محاكم. والسؤال الثاني أو الثالث، الحلف بالآباء حكمه أنه حرام بل من الشرك كما قرر، إما أن يكون أفضل وإما يكون أفضل. والسؤال الرابع، أن رسول عليه الصلاة والسلام حرم في هذا الحديث بين أمرين، أمر وجهه إلى الحال، وأمر وجهه إلى المحلوف له، أن الحال فأمره أن يصبر، وأن المحلوف له فأمره أن يرضى. نعم نعم، لأن الرفض ليس معه حدث وعيد. لا فرق بينهم حتى لو حلفوا أن ما أرضى، لأن من حلف بدون طلب مني فأنا ما أرضى مني أن أخرج قولي، وإن طلبته وجب علي ربي. ما يجب على الرضا إلا إذا كان الحارف لقهر، فإنه إذا علم كذبه له أن يكذبه وأن يعذبه إذا تنصح. نعم، تتمنى لأنه قال كيف نرضى بعنان قوم كفار، فدل هذا على نهاية الحكم أنهم ليسوا محلا لازم على الفقه. ما رأى الشرعية ما يوجه المهين إلى الحكم حتى يسأله ذلك، حتى أن الفقهاء رحمه الله قالوا لأن القاضي وجه المهين إلى المدعى عليه بدون طلب المدعي ما جد بها. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء،
من الوقت لا تحلفوا بآبائكم، والنهي صحيح. الثانية الأمر للمحلوف له بأن يرضى بالله أجر لقوله ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى لما وليس من الله في جهادها أصدر المؤلف، وهي أمر الحالف أن يصدق، أمر الحالف أن يصدق. وهذه مهمة لأن الصدق واجب مركز اليمين فصرف باليمين، وقد سبق لنا أن من حلف على يمين كاذبا فهو آثم، وقد قال بعض العلماء إنها اليمين عمود، وقال آخرون اليمين عمود إذا فيها خطر بها ما لم يكن مسلم. نعم الثالث أن يتساوى عند الإمران، فهذه يجب عليه الفرج. الرابعة أن يترجح عند قد صدقه، نعم يرجع عن الصدق. الخامسة أن أعلم صدقه، ما ترجح أعلم أنه صادق لأن عندي قراءة تؤيد كلامه، فهذا يكون من باب أولى أن وقال هذا بالأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن أرضى وألزم ونبرأ ونتعالج. نعم يعني وعيد عليه الصلاة والسلام الظاهر منه لما حلف له ذلك أنه صار عنده شك في نفسه وقال هذا الرجل ما حلف إلا صادق، فلما صار عنده الشك كذب قطع بكلمة ظن أنه أخطأ والله ما أظن هذا إذا كان هذا الرجل ما عظم الله عارف إن جاوب على ظني ما عظم الله كيف لو أن ظننا هذا الباب مسلم؟ نعم، لو كان موقف عظيم للحلف ولا وجد مرجح ينافي هذا التعظيم، حتى نقول إن هناك مرجح يرجح أن لا تصدق، لأن هذا الرجل انتهى من عظمة الله عز وجل فلا حرمة اليمين. السنة لأن الحكم الشرعي يجب عليك أن تراجع سواء وافق هواك أو لم يوافق، حتى لو حلف خصمي بأنه بريء مما أدعي به وأنا أعلم بالخارج يجب علينا أن أعلم، ما أقول هذا حكم ثور أو هذا حكم ظلم أو أكرر عليها الطلب إلا بالمسلم. ثم قال ذلك قول ما شاء الله وشئت، مناسبة هذا الباب التوحيد ظاهرة أيضا، وهي أن قول ما شاء الله وشئت من
من الشرك إما أكبر وإما أصغر. فإن اعتقد أن هذا المعروف متأول لله عز وجل فهو الشرك، وإن زعم أنه دونه لكن أشرك به في الوقت فهو شرك أصغر، شرك أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم من جملة الضوابط للشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، إذا كان وسيلة فهو شرك أصغر. وهذا أحد الضوابط، وإحدى ضوابط الشرك الأصغر كثيرة منها هذه المسألة. عن قتيبة أن يهوديا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من قوله تعالى إنا هدنا إليك يعني رجعنا، وإما لأن جدهم اسمه يهودا ابن يعقوب. نعم، وعلى فعل الأول تكون نسبة من أجل عمل، وعلى الثاني تكون من أجل النسب والقرابة، ولا يبعد أن يكون لهذا ولهذا. يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، يعني أنتم أيها المسلمون تشركون، يعني يقع فيكم الشرك. بين تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. أما الأول فالشرك فيه من ناحية أنه جعل هذا المعروف مساويا لله عز وجل، ما شاء الله وشئت. وأما الثاني فالكعبة فلأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك، ما قال لسنا نفعل ولا قال ليس بشيء، ولكنه أمرهم أن يصححوا هذا الكلام، أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، رب الكعبة سيكون يقتصدون بهم يكون بالله عز وجل. وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئ، ويكون في ذلك الترتيب بين مشيئة الله تعالى ومشيئة هذا المخلوق. نعم، ولذلك يكون اللفظ صحيحا. أما الأول فلأن الحدث صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل لفظ يتبين به تأخر إيش مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مستوى بينهما. في هذا الحديث من الفوائد فيه إشكاء، أن الفوائد ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا اليهودي، مع أن ظاهر كلام اليهودي أنه ليس لله، وإنما قصد بذلك اللوم والذم للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ما قاله حق حقا لم ينكر عليه، كان فيه من فوائده وجوب الرجوع أو مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان الذي نبه عليه ليس ذا ليس مشقا. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا ذلك، وفي أيضا أنه من فوائده أنه ينبغي أن يغير الشيء إلى شيء قريب منه،
لأنه قال ورب الكعبة. ما أمر من يحب يقول ماذا تشرك بالله وما أشبه ذلك، كان ورب الكعبة لأنه أقرب إلى الأرض الذي كانوا يعبدونه، وهو لفظ صحيح ولا لا؟ صحيح. وكذلك ما شاء الله في المسيح، ما قال قولوا ما شاء الله وحده كما قال في الرجل الذي قال ما شاء الله شئت، قال أجعلني جاهزا قل ما شاء الله وحده، فقال ما شاء الله ثم شئت، وهو أقرب إلى قوله ما شاء الله وشئت من قوله ما شاء الله وحده. أما الإشكال فأنه قال كيف كان هذا الحكم أو كيف كان هذا العمل مقررا ولم ينبه عليه إلا هذا اليهودي؟ مقرر الجواب إن كيف كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساكنا عليه والصحابة والصحابة كانوا يقولون أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فالجواب كما قال يمكن أن يكون لم يسمعهم ولا علم بهم، لكن هذا الاحتمال يرد عليه إشكال، وهو إذا كان رسولا يعلم بهم ولم يسمعهم أو إذا كان لم يسمعهم ولم يرهم ولم يعلم لا يعلم الله يعلم الله يعلم، يبقى الإشكال واردا يبقى الإشكال واردا. ما هو الإشكال وما جوابه عبد الله؟ إيه، ما جوابه؟ بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قد يكون غير عالم بذلك، ربما لا يعلم. وأما بالنسبة إلى إقرار الله عز وجل بهذا فهو قد يكون بحكمة، لأن هذا ليس من باب الشرك الأكبر، لكنه من باب الشرك الأكبر ويكون بحكمة، وهو ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم هم يشركون شركا أكبر، فلا يرون عيبهم وهم ينكرون على المسلمين هذا، فتكون هذا من الحكم والله أعلم. إنما نقول إن الجواب عن الأول الذي هو قال رسول عليه الصلاة والسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعلم بهذا الاستماع وأنه شاهد، وأما بالنسبة لإقرار الله تعالى لهم فقد يكون للحكم منها هذا الذي علمناه. طيب، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ورب الكعبة دون الله؟ قاله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قبل أن نبدأ الدرس يمكن يكون لبعضكم شغل الليلة القادمة والتي وراءها والتي وراءها، نعم أين الله يكون في شغل، لا أنا أقول لبعضكم ما أريد لكم. ورغى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، هذا الرجل يظهر لي أنه قال ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت تعظيما له، وأنه أي هذا الرجل جعل الأمر مفوضا إلى مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام ومشيئة الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بتحقيق التوحيد أنكر عليه ذلك. نعم، مش قال أجعلتني لله ندا،
والاستفهام هنا للإنكار، وقد يكون مضمنا معنى التعجب، يعني كيف تجعلني الله ندا؟ فوجدنا بين الإنكار والتعجب، لأن أي إنسان يجعل مخلوقا من الخالق فلا شك أنه على شيء مجاب. نعم، وقول جدا ما ينزل أن ندا النظير والمساوي، يعني أجعلني الله تعالى مساويا في هذا الأمر، بل ما شاء الله وحده، يعني أرشده إلى أن يقول ما شاء الله وحده، لأجل أن يقطع ما يمكن أن يجعله شركا. ما أرشده إلى ما شاء الله وحده، بل إلى ما شاء الله وحده، حتى يقطع عن كل ذريعة وإن بعدت إلى الشرك. فيستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما يساوي الخالق شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد دون ذلك فهو شرك أكبر. نعم، إذا كان هذا الأمر شركا فكيف بمن يجعلون حق الخالق للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يكون هذا أشد وأعظم، إنهم يرددون قول القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. نعم، يرددون هذه في ليال يعتقدون أنها من أشرف الليالي وأقصى أشدها قربة لله عز وجل، وكأنما يتقربون إلى الله بالإشراف به. نعم، ونعم بذلك، وهذا من أعظم، بل في الحقيقة مو إشراف به، أشد من الإشراف به، ما لي من أدعو به سواك، يعني ولا رب العالمين، عند حلول الحادث العمي. وهذا البيت من أكثر ما يقول. لماذا؟ أعتقد أن أي واحد يصاب بحادث عمي من أوخر لو ارتجع للرسول صلى الله عليه وسلم ينفعه الرسول ابدا، لا ينفعه، لو يدعو الى يوم القيامه ما نفعه الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، اذا كان الله يقول له قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني مات، وكيف يكون مطلق الحادث العمي او الخاص لا يجيره الا الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ميت في قبره صلى الله عليه وسلم، وان كان حيا حياه برزخيه. فهذا البيت من اكثر الحقائق او من اكثر الاقوال ومن افضل المعاني ومن اظلم الظلم والعياذ بالله، ومع ذلك يتغنى به في ليلة يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله بإحجائها، وهي ليلة الموت. نعم، ويقول إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي وإلا قبلا وإلا فقل يا ذلة القدم. نسأل الله العافية. ثم قال فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض أهل العلم إنه لم يبقي به شيئا، وهذا حق، إذا كانت الدنيا وبرتها وهي الآخرة من جودك، وليست كل جودك أيضا من جودك، وعلم اللوح والقلم من علمك، مش فكر الله عز وجل. نعم، ما بقي به شيء، واني لاعجب كيف وقوه لحن امه. وقال عليه الصلاه والسلام كما قدمناه وطبع كما قدمنا ويجوع كما يدعونا ويعطش كما يعطشنا ويتعلم كما يتعلمون ويضرب اكثر مما يضربون يعق كما يعق بالبلادين. نعم، وينسى كما ينسى،
كل الأحوال البشرية منطبقة عليه. نعم، ويستعد للدفاع عن نفسه. لو كان له شيء من خصائص الربوبية لقال للشيء كن فيكون، لكنه يستعد يلبس الدرع وفي أحد ظاهرة بين ذراعي على الصلاة والسلام، وينزل السلاح ويلبس اللامة. هل بسم الله عليكم هل هذا مما يقتضي أن يكون له حق في الربوبية؟ أبدا، بل إن هذا مما يحقق الخصائص البشرية للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى الفضل على البشر بما أوحى إليه من هذا الشرع العظيم الذي ما شرع للعالم مثله ولم يشرع. هذا الذي أتمي به، قل إنما أنا بشر مثلكم، البشرية مثل بشر، وأكدت البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين الصمت بقوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه، أعطاه ذلك، أعطاه الصبر العظيم، وأعطاه الكرم، وأعطاه الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى الخصائص الربانية فهذا أمر لا يمكن، إلى خصائص الربوبية هذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفر بمن أرسله. المهم أننا لا نظن في الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزله في منزلة هو ينكره، نعم، ولا نهضم حقه الذي يجب أن يكون بل الذي كان له عليه، فنعطيه ما يجب له، ونسأل الله أن يديننا على القيام بحقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. والله تعالى هو الذي يأمره أن يقول كما ذكرنا آنفا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، هذا ما شاء الله وحده. وفي هذا الحديث من الفوائد، وفي هذا الحديث من الفوائد إنكار المنكر ولو كان في أمر يتعلق بك. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا، قال أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل هذا تعظيما له. وعلى هذا فإذا قابلك شخص وانحنى لك عند التسليم الواجب عليك أن تنظر عليه، هل هو الله استحي هذا إنسان أكرمني أسلم يقول له هذا حرام؟ لا، قل هذا حرام، ولا يقتلك بالله لوم ذلك، ولا يضبك ذلك شيئا. وفي هذا الحديث دليل على أنه من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أنك إذا ذكرت ما يمنع أذكر ما يباح، حتى لا تسد باع مع الناس، لأن ثم منع الله من أجل مما شاء الله شئت، أرشده إلى الجهل. وهذا دليل من عدة أدلة، نعم، من القرآن والسنة على أنه إذا ذكر ممنوع للناس فإن من زمان الدعوة أن يذكر لهم ما يكون بدله من الحلال. فمن القرآن عيسى، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذا من؟ من هذا اللفظ. بعده وقولوا القرآن، هذا المباح بدله واسمعوا. وفي السنة، نعم، هذا الحديث، حديث
الاستلاف التمرقون. قال فعل جمع للدراهم ثم اشتري للدراهم جنيبا ليس بدراهم جنيبا. قال ولماذا عن الطفيلة في أحياء أمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من الأمور. رأيت يعني رؤيا منام. كأني أتيت أي كأني الفتح التشبيه وأن حتى التوقيت ولا كأن هي كأن كأن واسمها اليد وكما أتيت خبر. وقول على نفر النفر من ثلاثة إلى ستة من اليهود أتبعون. فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله لأنتم القوم. يعني هذه كلمة مدح مثل ما تقول هؤلاء هم الرجال هؤلاء هم القوم. هذه كلمة ثناء لولا أنكم تقولون عزير بن الله. طيب هذه لولا أنكم تقولون عزير بن الله هذه كفر ولا لا؟ نعم ادعاء من الله ولدا كفر. وعزير تقدم انه رجل صالح ادعى اليهود انه ابن الله وهذا من كذب وقرائه. قد يقول قائل هل اليهود ليس لهم مسبب الا هذه؟ لهم مسائل كثيره لكن لماذا خص هذه؟ هذه من أعظمها ولعلها أيضا مشروعة عندهم كثيرة فيما بينهم. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انتقدوا علينا بأن نقول ما شاء الله وشاء محمد وهذا شرك أصغر لأن الصحابة الذين يقولون ذلك لا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله. نعم طيب إذن انتقدوا هذه الجملة والذي انتقدوا إثبات المشيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسميتها بمشيئة الله تسميتها أن مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام فله مشيئة كل أحده مشيئة وله إرادة. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم قوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. المسيح من؟ عيسى بن مريم. وسمي مسيحا بمعنى ناسح فهو سيد بمعنى فارس لأنه كان لا يمسح ذراعه إلا بل يبلغ الأكمه والأفرس. نعم إذا مسحهما فرئ بإذن الله وسمي المسيح. وهم يقولون إن المسيح ابن الله لأن الشيطان ذائب به فكيف يجي واحد بدون أب؟ إذن فهو ابن الله ابن لله والعياذ بالله. لا سيما إذا كانت الإنجيل كما في القرآن ونفخنا فيه من روحنا ونفخنا فيها من روحنا ونفخنا فيها من روحنا. فهم يقولون هذا جزء من الله عز وجل من روحنا إلى من؟ إلى الله روحنا. قالوا إذن فهو جزء من الله والجزء هو الابن. لأن النبي أنا أقول الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة إنها بضعة من أي جزء. وكما قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا. نعم يوم إذن يكون هو بعض الله وجزءا من الله والعياذ بالله. لأنه قال روحنا نفخ فيه من روحي لا به من روحي في آدم فيها هي من روحنا. ولكن هذا الاشتباه من هذه الإضافة من الشيطان والجواب عليها سهل جدا. فإن الله تعالى إذا أضاف شيئا إلى نفسه فإما أن يكون ذاتا منفصلة بين الله وإما أن يكون صفة
صفة لا يتصف بها أحد، إن كان المضاف صفة فإنه من صفاته، من صفاته وليس بمخلوق، مثل كلام الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه. وأما إذا كان المضاف إلى الله ذاتا بائنة أو صفة في تلك الذات فإنه ليس مخلوق، فإنه ليس من صفات الله، بل هو مخلوق بائن من الله عز وجل، بائن عنه وليس منه، مثل ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبه. نعم وعباد الله كثير، وكذلك الله كان سيرة بلاد بلاد منفصلة، فإنه لا يكون لا يكون من صفات الله عز وجل، بل هو من صفات تلك الذات. الروح قال بعض الناس إنها صفة بجسد، ولكن هذا القول خلاف الراجح عند أهل السنة والجماعة، وأن الروح ذات، لكنها ذات لطيفة، ذات لطيفة وتدخل بالجسم وتحل به كما يحل الماء في الطين اليابس، تسمى فيه دخولا، ولهذا عند الموت يكتبها الملائكة وتكفن ويفعل بها الى الله، ويراها الانسان عند موته. فالصحيح انها لا، وان كان بعض الناس يقول انها صفه ولكنه ليس كذلك. الحياه صحيح صفه، كونها حيا او ميتا هذه صفه، لكن الروح لا، الروح لا، هذا القول الراجح من اهل العلم. طيب اذا نقول لهؤلاء الجماعه ان الله اضاف روح ليس اليه كما أراد الناقة والبيت وما أشبه ذلك، على سبيل إيش؟ التشريع والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته يقول لا تدعني إلا يا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تدعني إلا يا عبدها فإنه أشرف أسمائي، لا تقول يا محمد يا علي يا بكر يا خلة، نعم قل يا عبد العيلة مثلا، إذا كان هو مجهول ليلة قل يا عبد العيلة، قل يا عبد خيانة، هذا أسمع نعم كثير، لأن إذا جاء اسمه يتردد لهذا الاسم. اللهم نعم. يقول على مسلم الله قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، قل أخبرت من أخبرت، كيف الكلام هذا؟ أخبرت من أخبرت، أليس هذا كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء، أو كأننا وقفنا والماء فوقنا وأبتحنا، أخبرت من أخبرت، من مخبر إلا من أخبر، ماذا تقولون؟ يعني أخبرت هناك، وهذا هو أحسن شيء أن نقول إن المقصود في هذا الإبهام، أخبرت من أخبرت الإبهام، وهذا كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم وغشهم، قد تقول هذا الحكم الحاصل معلوم ما غشيهم الا غشيهم، فنقول هذا من باب الإبهام، لكنه يختلف، احيانا يكون لباب التقليد واحيانا يكون للتقليد واحيانا يكون للتحقيق حسب السياق. فغشيهم من اليم ما غشيهم، على غشيهم شيء عظيم من اليم، أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له لا تخبر أحد، هذا هو الظاهر أن الرسول سأله، لأنه لو قال لم أخبر سيقول لا تخبر،
تعلم، ثم يغير عن الحكم على الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر صار لا بد من بيانها للناس عموما، لأن شيء البشر يجب أن يعلن عنه، يجب أن يعلن عنه. بخلاف إذا كان خاصا فهذا يفترض من وصله الصلاة. ثم قال يقول القوت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه. والظاهر والله أعلم أن القصة أنه أفضل النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أحب ولا لا؟ عنده أحب. فحمد الله وأثنى عليه. الحمد ما هو؟ وصف المحمود بالكمال، والثناء أكبر ذلك الوصف. نعم، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منه. أما بعد تقدم لنا أنها بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكر. نعم، فكذا وكذا. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام مطلع على ذلك، قلت كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فما هو الذي يمنعه من ذلك؟ يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، الحياة من أن ينهى عنها دون أن يؤمر بذلك. يعني يستحي من الله تعالى أن يعوض بشيء لم يعوض الله بإنكاره. هذا الذي يجب عليه، يجب أن تحمل عليه الفقرة إن كانت محظورة. أن الحياة الذي يمنعه ليس الحياة من الإنكار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق. نعم، ولكن الحياة من أن ينكر شيئا قد درج على الامثله وعرفه الناس درجه ان يؤمر بالانكار، بدا ان يؤمر بالانكار. مثلما الخمر بقي الناس سليم وهم يشربونه حتى قرن في المسجد وفي المائده وهي من اخر ما نزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، فلما حضر التنبؤ لانكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى أنه لا بد من أن ينكره، لأن الآن دخل فيها اللون على المسلمين وإنكاره. يقول فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نهاهم عن المحصور وبين لهم المباح والجائز. لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقول ما شاء الله وحده. فقال إنكم تشركون. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. يعني إذا كان له هوى فهم شيئا، وإن كان هو يصف مثله وأشد منه. فاليهود أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وحده، وهم يقولون أعظم من هذا وأبدع، يقولون إن عزيرا ابن الله. وهذه الكلمة فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني أن بعض الناس يفهم النصوص على حسب الهوى، وهذا كثيرا ما يقع في من قلد. تجده يحمل النصوص على ما يوافق مذهبه، ويحملها من الدلالات ما لا تحتمل. وكذلك أيضا بعض العصريين الآن الذين يحملون النصوص ما لا تحتمل حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يحمل الإنسان عليها. الإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا لها، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون
استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت فربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر لجميع الملل والمذاهب المخالفة لمجال الرسول عليه الصلاة والسلام، تجدهم يحرقون هذه النصوص لتوافق لهم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل متابعة، من أجل أن توافق هواه. نعم. شكرا لكم الشيء أن صاحب الهوى يفهم الحق ويعجب عنه. ويسر هذا، يسر في العبادة أنه يفهم الحق ولكنه يعتقد ما هو السجن، فيفهم شيئا ويعنيه إلا عن شيء. إذا كان هذا الأمر واقعا في النصارى فهم أقرب مودتهم، هم عن حين نودهم، نحن لا نودهم أبدا، لا مودة قريبة ولا بعيد، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، أقرب الناس مودة للذين آمنوا، المودة من حاصلة منهم لنا لا منا لهم، نحن لا نجوز أن نودهم مهما كانوا، لكن هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا لهذا السبب، لأن منهم قديسين ورهبان، فإذا وجد ذلك منهم فإنه يدل على أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. أما إذا لم يوجد منهم ذلك كما هو الواقع الآن فإنهم كذبوا، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. القرآن ما فهم القرآن، أنت الآن مشتبه، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا مشتبه منها، أننا نودهم أو هم يودون، الذين آمنوا صاروا مؤمنين دال عنهم وصف القرآنية، أفهم على النصارى من حيثهم نصارى، فتجدنها أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ما قال لا تجد أقرب مودة المؤمنين للذين قالوا إن نصارى، لو كان كذلك لكمان ذلك مودتنا لهم أقرب من مودة غيرهم، لكن قال أقرب مودة للذين آمنوا هم يقربون لنا. نعم. ثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألول به سواك، والبيتين بعده. أجعلتني لله ندا، وهو ما قال إلا ما شاء الله وحد، فكيف بمن نسي الله عز وجل في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله: ما لي من ألول به، ويشير إلى بيتين للبوصلي في البردة قصيدة مشهورة، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العنيم. البيتين بعده ما هما؟ إن لم تكن آخذا يوما نعاد يدي، فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضغطها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا جعل رسول الله ندا، ما جعل لله شيئا ابدا، ما جعل لله شيئا، جعل الشيء كله للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله خالق ما يكون كفرا. نعم.
والشفاعة ما تكون إلا بعد إذن الله. أين يؤولونها أنا حديث عام. ثم رسول عليه الصلاة والسلام ما هو جاهز به هو ولا غيره حتى يفهم أقول يا رب الله خذوا خذوا. ودواء ذلك أن الله تعالى يجعل في قلب العبد تعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبة لله، وأن يعلم أن رسول عليه الصلاة والسلام ما نال الشرف إلا لأنه رسول الله لا لأنه محمد بن عبد الله، إنما نال ذلك لأنه رسول الله، فلكونه رسول الله صار له هذه المنزلة العظيمة. نعم. الرابعة أن هذا نعم يحكم عليه بأنه منكر لرب العالمين وأنه كافر بالله عز وجل، فهم بالله إن استجاب فإن تاب وإلا قتل كافرا. قالوا مثل ما قلنا كثيرا إن تكفير معين ما يمكن يكفر حتى يقوم عليه الحجة. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. ما وجهه؟ وجهه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء عن إنكاره عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان من الشرك الأكبر صار كأنه الله أعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم منعه الحياة من أن ينكر لأنه لأن الشرك منه بعيد من الصحابة، فمنعه الحياة منه أن يقول إنكم أشركتم، ولكن لما كانت هذه الرؤيا رأى أنه لا بد من الإنكار. هذا هو الذي مشى عليه صاحب التفسير عن الحميد، لكن الأخذ الله السعادة يقول إن رواية لأن نحن منكم إنها صحيحة، وإذا كان كذلك فإنه لآدم أن يكون المانع له أنه ما أمر بذلك، فاستحيا منهم أن ينهاهم عن شيء لم ينظر به ولم يكن من الشرك الأكبر، لأن الشرك منهم بعيد. أي شو؟ لو أمر أن ينهاهم لم يقر، لكنه لم يقر لذلك، ولما لم يؤمر صار كأنه إذا نهاهم ربما جود عليهم أن يكونوا مشركين بهذا الشيء، فيستحي أن ينهاهم عن أمر ويقولهم شرك، وهو يستبعد أن يقع من ذلك على وجه الشرك. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. من أين تؤخذ؟ من الحديث الطفيل. والرؤيا الصالحة لا شك أنها من أقسام الوحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أثبت الله تعالى بها الأحكام في رؤيا الأنبياء وفي رؤيا غيرهم أيضا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فقال إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له ابنه افعل ما تؤمر. فجعل هذه الرؤيا أمرا، لأن التنفيذ وما في أن ما قال إني رأيت أني أمر بذلك، رأيت أني أذبحك، والابن قال افعل ما تؤمر. كيف عرف أن ذلك أمرا؟ هو أن ذلك أمر عرف أنه لا يقدم على الذبح الذي يستلزم قتل النفس المعصومة إلا بأمر، لهذا قال افعل ما تؤمر.
وإلا فهو رأى أنه يذبحه. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت رؤيا عبد الله بن زيد، رؤيا الأذان أثبتها وقال إنها رؤيا حق. وأبو بكر أثبت رؤيا ثابت بن قيس في شماه أنه رؤي المنام وأنه أوصى بوصية وقال للذي رآه إنكم تجدون درعي تحت برمة وعندها فرس يستن. ولما أصبح الرجل ذهب إلى هذا المكان وأخبر خالد بن الوليد فرأوا الدرع تحت هذه البرمة وعندها فرس. فلما رأى أن في هذه الرؤية قرائن يدل على صدقها نسبيا. ومنه أن رؤية صالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة، وكما أن هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد وافق الواقع من نسبة للوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما أتى الوحي هي رؤية الصالحة، وكانت ابتدأت في ربيع الأول وفي رمضان أنزل عليه القرآن. كم يكون؟ 6 أشهر لربيع رمضان، 6 أشهر تنسبها إلى قضية زمن وحي. كم يكون؟ جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن زمن الوحي كان 23 سنة، 6 أشهر نصف يكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن ما معنى الصالحة؟ ما معنى الرؤية الصالحة؟ هي الرؤية الصالحة تتضمن صلاح الرب، وتتضمن أنها رؤية من أرضات الأحلام. أرضات الأحلام تأتي يعني مشوهة وغير منظمة، يمكن أن يرى أنه بالبحر، يمثل لها بالسيارة، يمثل لها فوق المنارة، مرة يكون في محظوة وما أشبه ذلك، مشوهة. مثل الرؤية التي قصها رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إني رأيت أن رأسي قد قطر وأني جعلت أشتد وراءه سعيا، قالت: مرفوعه بالسعي. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. هذه ما تكون رؤية صالحة. الرؤية الصالحة تكون رؤية منظمة ولها مغزى ويشعر الإنسان بالشيء حينما يراه. ثم إن المراعي أيضا الغالب أن المراعي المخوف أنها من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بظالم شيء لا بإذن الله. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى إنسان ما يكره أن يسكر عن يساره أو ينصف 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن يتحول إلى الجانب الآخر وأن لا يبصر بها أحدا. وفي رواية أخرى أنه أمره أن يتوضأ وأن يصلي. وإلا فبعض المراعي يعني لو أن الإنسان انساب وراءها كان يمرق ويسأل هم وغم، لكن الحمد لله لكل داء دواء. نعم. ما شرط يعني أنا على ظهر ليس بشرط، لكن يعني ليس بشرط. نعم. إيه؟ لا أبدا مو شرط. لا مو شرط، لكن نعم الغالب أنه إذا حضر الإنسان يكتب بالأوراد أن الشيطان يأتي عليه. لا في شيء. يقول من رآني، لم يقل من رآني أو بعضي، قال من رآني
ولا بد أيضا أن يكون يرى على حسب الوصف المعروف في السير والتاريخ. أما أن يقع في ذهن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يكون حتى ينطبق الصفة التي يرى على الوصف المعروف في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ووجدنا ان هذا الذي قاله لا ينافي الشرع. الشرع ورد المثل. نعم ورد المثل. ربما تكون قد وردت عنه. ان ما هي بهذه المساله يعني ما ورد بها الشرع لكن ورد بمثلها يخص الدعاء. والخامسه ان الله عليه كان من الكاذبين. والمراه ان رب الله عليه كان من الصادقين. هذا في الدعاء وفي الشرع وفي الدلالة أنها عذق على هذا الدعاء عذق على دعاء الشرع إن كان من الكريم وإن كان من الصادقين. وكذلك أيضا في الأحكام الشرعية ورد في الطباع المسلمين قال أنتي وشبتك فهذا له أصل من الشرع. أما لو جاء إنسان مثلا يتحدث عن شيء نعرف من مخالف الشرع ربما يتمثل الشيطان فلا يصبح. ما عليك الشيخ عبد الرحمن السعدي ما عليك عليك عندما رأى هذا؟ لا ما من عليك أبدا. لما رأى هذا ينظر في رأيها فوجد أنها ترى هذا الرأي لكن ما قال للناس أن هذا رأي عائشة. عبد الله رضي الله عنه لا ما أجعل فيه ولكن كان على أنه ذهب وراجع عنه راجع. نعم يكون قول من أبدا. الشيء أولا نسأل يجب أن نعرف أنه ما يمكن يحدث تسجيل شر في هذه المسألة أبدا. يعني ما يمكن يحدث تسجيل شر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. لكن قد يكون تنبيه على مسألة تفصل في ضمن الأسئلة الشرعية يكون هذا الإنسان مثلا منتبه لها أو تنبيه على أن هذا القدر راجع يمكن أن نحفظ رجاءه الشر مكتمل لك. أما أن نقول لي رغبون الذي يخبر بأشياء بعيدة ماذا لو إبيع قبل ينتظر أنه صعب طول وقال سبح كذا وكذا 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 هذا نعلم كذا موقف لأن الشرع كامل لا يمكن يحدث أي تشريع بعد ما ضغطه عليه الصلاة والسلام. نعم يعني إذا رأى أن يغير أحد القبيل نعم يكون جنب الغير الناس لا نعلم نعم يعني هذا من الوحي الذي في جاء الله فلا يزن ولذلك ما أعلم أن أحد يدخل بهذا القول لكنه في كرامة لهذا الرجل أنه زاده طمأنينة. هذا لا نعرف
فإنما تشعر أي مرحلة ويقضي المناقض برابع حال. نعم داخل إذا كان أحد محل يعلم أينه إلا الذين أصبروا فيهم أن لا يدخلين أحد. إيه. أبدا هذا لا يعني الشيء بالناس الآن إن الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا إذا قرأ الشيء هذا هو الجمهور. القول الثاني ما يتكلم إلا إذا جاء الوقت الذي رآه فيه يعني يبقى 24 ساعة قولان. القول الثالث الذي قلت إنه يقوم ثلاث أيام وهذه الأقوال الثلاثة كقول من يقول إن الإنسان إذا دخل الكعبة يجب عليه أن يمشي حافيا طول ذلك. نعم هذه قراءات عامية ما معها مشكلة. نعم نعم ما صح هي أن تكون رؤية صالحة. ما قال أن يكون قول الأطلاع صالحا رؤية صالحة. نعم سادسة أنها قد تكون سببا لشق بعض الأحكام وهذا تقدم الإشارة إليه مثل إيش فأداء وهذا هو هذا الحديث أيضا الله وقول الله تعالى وقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم لذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم هذا مبتدا درس اليوم. نعم القطع في الله القطع في العمر يعني هذا لا بأس به لا بأس به لأنه هو سيئة القطع المعروفة. لا ما هو قطع المقصود هذا لذمتك يعني لأهلك وكذلك لصلاتك يعني أنا إن كنت تعبا لصلاة الثانية هذا ما يقصدون الآن ما يقصدون لصلاتك. نعم مسجد لا سابقا نصد خمسا طيب باب من سد الدهر فقد آذى الله باب من سد الدهر فقد آذى الله. أولا كلمة سب ما معنى السب والشتم والتقبيح والذم واللعن وما أشبه ذلك هذا هو السب والدهر هو الزمان الرهب